السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ احوالكم بخير؟ نتمنى تكونوا على خير او بخير وتكونوا مزيانين. كي دايره اموركم؟ ساليتوا العطله ديالكم ولا مازال شادين العطله؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. مده ما حطيتش حتى شي فيديو، تلهيت مع الوقت وصافي البنات، داتني الوقت من هادي لهادي. وبصراحه دغيا دازت السيمانه، لقيت راسي سيمانه ما حطيت حتى شي فيديو. صراحة تشغلت هذا الشيء اللي كاين، وانا جيت باش نقول لكم علاش تشغلت وشنو الحاجه اللي دات ليا عقلي كنت خدامه عليها. هذاك الشيء علاش ما حطيت حتى فيديو، لحقاش لي فيديو كياخذوا الوقت من الفكره، من التصوير، من المونتاج، هذا الشيء كامل كياخذ الوقت. وجيت اليوم نقول لكم انني درت واحد المشروع صغير ان شاء الله، باذن الله باذن الله اكبر دقه 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 دقه، نقطه 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 نقطه، حتى يولي مشروع كبير ان شاء الله. كل شيء بشويه، واللي فيها الخير ياتينا بها الله سبحانه وتعالى. دائما كنطلبوا من الله وكنترجوا منه شي حاجه اللي فيها الخير، لكن ما فيهاش الخير بلاش. داكشي علاش تيسرات وصدقات وتيسرات مع عند الله، مرحبا. ما تيسراتش وكانت معكسه وما صدقتش، راه اكيد 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 فيها خير. المشروع ديالي البنات اللي هو الاكسسوارات، اللي انا راه حطيتهم في الانستغرام وحطيتهم في الفيسبوك، ولكن عارفه بزاف منكم البنات ما عندهمش انستغرام وما عندهمش، ما كيدخلوش هكا الفيسبوك. فلهذا غادي نجي نبقى نشارك معكم مره لي فيديو الجديد ديالي، نحطو هنا حتى في القناه. طبيعه الحال نبقى في الوصفات ديالي، لي فلوق ديالي، داكشي كله اللي كنحط غنبقى في القناه، ولكن مره نجيب لكم الجديد بحكم ان بزاف الناس ما عندهمش انستغرام. قلت لكم هذا هو المشروع ديالي، ديال المجوهرات ديال بلاكيور، شي حاجه صراحه لي كاليتي زوينه واثمنه مناسبه. بحال هكا البنات، ها هما بحال هكا يا خويتمات، حلقات، سنيسلات ديال العنق. عندي واحد سنيسلات انا غنوريهم لكم دابا، نوريكم كل شيء في الفيديو. واحد الفيديو صغير هنايا، بخليكم معايا باش تشوفوه، نوريكم كل شيء ونخلي لكم حتى الواتساب ديالي. واللي ما اللي عندها انستغرام، يعني كاينين اللي ما عندهمش وكاين اللي عندهم ومازال ما فراسهمش، اللي عندها انستغرام وبغات تشوف دائما الجديد تكون متبعه. لحقاش في الانستغرام بالزربه كديري فيديو، بالزربه كديري صور وكتلونسي. اليوتيوب كيبغي شويه ديال الجهد، كيبغي شويه ديال المونتاج، شويه ديال هادي وهادي، هادشي اللي كيخليني نتعطل واحد شويه الا كنت مشغوله. بالنسبه لواحد النقطه، البنات اللي كاينين هنا في المدينه ديالي هما الاولين غنبدا بهم ان شاء الله. غنحاول انني انا اللي نفرق ليهم، نتلاقى بهم انا، يشوفوا السلعه ديالهم وعادي ياخذوها. هكا غتكون بالنسبه ليا اسهل، وغندي بلاصه انا عندهم، ما كاين حتى شي مشكل. ولكن البنات اللي كاينين في اسبانيا غادي يكون هكا، غنصيفط لهم في الكوريوز في البريد، نصيفط لهم اللي عجبتهم شي حاجه وهما يصيفطوا ليا الثمن ديالها، وهكا غيكون التعامل. حاجه اخرى اللي بغيت نقول لكم، مازال ما بديتش هكا على حساب اسبانيا كامله، ولكن بديت غير هكا بالنسبه للبنات اللي كاينين هنايا في المدينه ديالي اللي قرابين، واللي حتى هكا في بيس باسكو تكون شويه ماشي على حاجه وحده ندي بلاصه. اللي بغيت نقول لكم انني انا غادي نبارطاجي معكم الصور الحقيقيه، ماشي اللي غنحط لكم زعما في الانستغرام، اللي حطيت لكم هنا مثلا في اليوتيوب غتكون الصور ديالي انا، ماشي زعما واخداها من شي باج وحطها، لا، الصور ديالي، كل شيء ديالي انايا، ما كاين حتى شي حاجه. كيف غتشوفوها في التصويره، هذيك هي الاصل ديالها، هكا كديره. فهمتوا شنو بغيت نوصل لكم؟ يعني هكاك انا اللي مصوراها وهكاك دايره السلعه، يعني بدوني نفاق ولا حتى شي حاجه. وبالنسبه لهذا البلاكيور غيكون ديال الاسيرو اللي ما كيتبدلش ليه اللون، فانا هذا راني خدامه به هذه سيمانه او اكثر، وانا كنشقى به، كندير به، ما كنحيدوش من يدي نهائيا، ما تيتبدلش اللون، كيبقى هو هو. ولكن من الاحسن ما تقيسوش بالريحه،
وحاجه اخرى الحاجه اللي تهليتي فيها اكثر كتبقى كدوم لك مده طويله 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 وكتبقى زوينه. حاجه اخرى شنو هي اللي بغيت نقول لكم؟ غادي نخلي لكم حتى نمره الواتساب لكنتو مهتمين وعجبتكم شي حاجه تواصلوا معايا في الواتساب غنخليه لكم، وغنخلي لكم الباج للناس اللي ما كيهمهم الفيسبوك نخليه ليهم نفس سميه الفيسبوك نفس سميه الانستغرام، وغنخلي لكم الانستغرام ديال هكا ديال الخدمه ديال البيع ديالي وديال الشراء. فهاد المشروع هذا هو مشروع صغير وهو ولكن عجبني بزاف وان شاء الله غادي يكبر. ان شاء الله ربي يسهل على كل واحد اللي كيتمنى شي حاجه، ربي يسهل عليه وتيسر ليه الامور ديالو ويوصل داكشي اللي بغى. وحتى شي حاجه ما مستحيله، حتى شي حاجه مستحيله، كل شيء ممكن في الحياه. ندوزو نوريكم تصاورات، ماشي تصاورات، نوريكم فيديو داكشي مباشره تشوفوه. كاينين شكيلات، كاينين موديلات زويونين، كاينين هادوك الشيء اللي خارج دابا طوندونس حتى في الذهب. هاد النقطه اللي بغيت نشرحها لكم، بالنسبه بزاف الناس غيقولوا لا وشنا هو البلاكيور، علاش البلاكيور لا انا كناخذ الذهب. هو من كل واحد تياخذ على قد جهده، ولكن كاينين واحد الناس حتى هما كيعجبهم الذهب، ولكن ملي كتشري واحد الموديل ديال الذهب ما كيمكنش ليها كل مره تشري موديل، راكم عارفين الذهب شحال فاوي وكتبغي تغير الموديلات. فالبلاكيور الا كانت كاليتي ديالو زوينه فراه كيبقى، حتى هو كيبقى وكتبدلي كل مره كتشري موديل جديد، كل مره كتشوفي شي حاجه جديده كتعجبك كتشريها، ماشي بحال الذهب كتبغي تشري كتشري هاد البياسه خصك مودة تشري بياسه اخرى، حيتاش راكم عارفين الثمن ديال الذهب. يلا نشوفوا الفيديو بلا ما نطول عليكم في الهضره، نشوفوا الفيديو ديال هاد المجوهرات وحتى المكانات راني كنبيعهم، نوريكم كاع داكشي اللي عندي منه دابا. انا حطيت لكم هنايا غير شي حاجه وحده وحده من الحاجه باش تشوفوا. شوفوا هاد السنيسله هادي كتجي بحال هكا كلها، نتمنى تكون واضحه بحال هكايا. كاينه هادي هاد الموديل هذا اللي خارج دابا، وكاينه هادي عاوتاني حتى هي ما عرفتش واش واضحه ليكم البنات. شو وكاينه هادي، هادي كتجي طويله شي شويه، وكاينه هادي حتى هي، وكاينه هادي. مهم اللي عجبتها شي حاجه دير ليها السكرين وتخليها حتى تحطها ليا تتصيفطها ليا. وكاينين هاد البراسليات هكايا مكتوبه فيهم ماما، كيجيو زوينين حتى هما في اليد هاك كيتحلو كيتسدو. هادو ستوندار البنات ما عنديش فيهم لي طاي. كاينين حتى هادو زوينين ديال شانيل، ها هما غادي نوريهم ليكم. وكاينين هاد المكانات حطيت لكم وحده وحده، هادي بحال اللي انا لابسه، وحده فيهم بحال هادي اللي لابسه هي هادي، هي هادي، وكاينه هادي حتى هي. هادو السويع ديال العيار، كاين هاد لي بغاس لي حتى همايا كيجيو حليلوين في اليديده. وكاينين بحال هادو باقين عندي، هادو ديال لويس فيتون. كاينين هاد لي غورميت كيجيو زويونين في اليديده. المهم حطيت لكم غير شويه شويه من الحاجه. كاينين هادو كيجيو واعرين في اليد، هادو كيجيو حتى هما فنين البنات هكا مي كيتلبسو كيجيو واعرين. داكشي اش قلت لكم لي فوتو راه كنحاول انني نحطهم لكم في لي فوتو اللي عجبتها شي حاجه. مازال كاينه شي حوايج، المهم وريتكم غير شي شويه باش ما يجيش الفيديو طويل بلا زعما ما نكثرش عليكم. هذه كتجي فيها هكا هاد الهلال وهاد العيبات، وهذه كتجي فيها هاد القليب، و
وهادي كتجي فيها هكا في هاد العقيقات هنايا. كاينين هادو حتى هما بحال اللي داير انا في يديا، ها هو زويونين هادو. وكاينين هادو ديال كارتي اللي عجبتها شي حاجه دير لها سكرين، تحبس فيها الفيديو ودير لها سكرين. البنات نسيت هادي حتى هي، عاد جيت كنوريها لكم. ها هي دايره فحال شكل ديال البطه، كتجي طويله هانتوما وكتجي من هنايا دايره فحال هكا ذهبيه ومن هنا كحله. وهذا الشيء اللي كاين البنات، راه كل مره كنتفكر حاجه جديده. هذا الشيء اللي جبت لكم دابا حطيته لكم تشوفوه، حاجه حاجه من الحاجه اللي عجبتكم شي حاجه. مرحبا بكم، وما تنسونيش ملي لايك وبارطاجيو الفيديو مع صحاباتكم حتى نتلقى بكم شي فيديو حسن من هذا ان شاء الله. خليتكم في رعايه الله، وبسلام عليكم.